هاي حقايب من قش الأناناس، ليمون أو الطحالب، أو من الزبالة المعاد تدويرها وتياب من الألياف الطبيعية، تعتبر من التصاميم الخضراء أو الصديقة للبيئة يلي عم تنتشر بالأسواق العالمية وبمشاريع المصممين. تصميم التياب بشكل مستدام بيتضمن زراعة المواد اللازمة بشكل عضوي من دون استعمال مبيدات وكميات كبيرة من المي، وحصادها بأساليب ما بتستهلك الطاقة بشكل كبير، بالإضافة لتصنيعها ومعالجتها من دون استعمال الأصباغ السامة، مراعاة اختيار القوة العاملة المناسبة وإعادة التدوير. اليوم عم تحرص علامات تجارية عديدة على اعتماد مفهوم الاستدامة بسبب انتشار الوعي عند المستهلكين وميلهم لاختيار ألبسة بتراعي البيئة. مين قال إنه إحدى الشركات أطلقت بلوزة خاصة مصنوعة تماماً من أنين البلاستيك المعيد تدويرها؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.